بيبدأ الفيلم بنت اسمها كاثرين وهي قاعدة في أوضتها ومعاها حبيبها دانيال وصاحبتها المقربة إيميلي، وبيكونوا سهرانين مع بعض في بيت كاثرين وعمالين يدردشوا ويتسلوا، وإيميلي بتكون عمالة تشرب كحول وكاثرين بتصورها كام صورة على سبيل الهزار، وبيكونوا كلهم مبسوطين لحد ما بتقطعهم أم كاثرين واللي اسمها سوزان علشان تقول لهم إن الوقت اتأخر ولازم يروحوا يناموا. فبتقول كاثرين لأمها إن خلاص أصحابها بيجهزوا وهيمشوا، وبيبقى واضح إن كاثرين مقربة من أمها وعلاقتهم ببعض كويسة. وبعد ما سوزان بتسيبهم وبتخرج من الأوضة بيقوم دانيال علشان يمشي، وبتلاحظ كاثرين إن دانيال حبيبها متضايق وزعلان، فبتفتكر إن هو زعلان من كلام أمها وإحراجها ليهم، فبتاخده كاثرين عند الدولاب علشان تتكلم معاه على انفراد وتصالحه، لكن بتلاقيه مش زعلان من أمها ولا حاجة، وبيكون متضايق من موضوع تاني، والموضوع ده هو إن عنده أخت أصغر منه اسمها جوان، وجوان دي مش أخته شقيقته لكن متبناه، والمشكلة إن جوان نفسها ما تعرفش إن هي متبناه وكانوا مخبيين عليها، وحاليا أسرة جوان الحقيقية تواصلوا مع أسرة دانيال وعاوزين ياخدوا بنتهم، وده على الرغم من إن هم اتخلوا عن بنتهم زمان، ودانيال وأسرته مش عارفين يعملوا إيه مع جوان وإزاي يبلغوها الخبر ده، وفي نفس الوقت مش عاوزين يتخلوا عن جوان وعايزينها تعيش معاهم، والموضوع ده مأثر على الأسرة كلها وخصوصا دانيال لأن هو مقرب جدا من أخته ومش عايزها تبعد عنه، فبتحاول كاثرين تواسيه وتخفف عنه، وبتقوله إن هم أكيد هيلاقوا حل للمشكلة دي وكل الأمور هترجع لطبيعتها. وتاني يوم بتصحى كاثرين على صوت أمها سوزان وبتصحيها علشان اتأخرت على المدرسة، فبتقوم كاثرين تجهز نفسها بسرعة وبتروح المدرسة، وفي الفصل بيكون في انتخابات لرئاسة اتحاد الطلبة، وكاثرين وإيميلي بيكونوا مترشحين للانتخابات، وبتفضل إيميلي تهزر مع كاثرين وبتطلب منها تخسر نفسها في الانتخابات وتخليها هي تفوز، لكن كاثرين بترفض وبتقول لها إن المنصب ده مش هيبقى لحد غيرها، وبيكون واضح إن إيميلي نفسها في المنصب ده بأي شكل وإن هي متحمسة إن هي تمسك المنصب ده بشكل كبير. وبعد الحصة كاثرين بتلاقي أمها بعتلها رسائل وبتطلب منها تقولها أخبار الانتخابات، وكمان بتقول لها إن سواء فازت أو خسرت في الانتخابات هي هتفضل فخورة بيها، فبتفرح كاثرين بتشجيع أمها ليها، لكن إيميلي بتفضل تتريق عليها وعلى دلع أمها ليها المبالغ فيه، وبيفضلوا يهزروا مع بعض لحد ما بتظهر نتيجة الانتخابات وكاثرين هي اللي بتفوز وبتكون هي رئيسة اتحاد الطلبة، وبتفرح كاثرين جدا والكل بيروح يبارك لها ما عدا إيميلي، واللي بيبان عليها إن هي متضايقة وزعلانة لأنها كانت عايزة تفوز بالمنصب ده. وبتلاحظ كاثرين إن إيميلي اتضايقت شوية فبتروح تتكلم معاها وتسألها لو زعلانة منها، لكن طبعا إيميلي بتقول لها إن هي مش زعلانة منها ولا حاجة وإن هي فرحانة ليها، وبتبارك لها إيميلي على الفوز وبتتمنى لها التوفيق، وبيتصوروا صورة مع بعض بالمناسبة الحلوة دي. وبعد المدرسة وأثناء ما كاثرين راجعة للبيت بتشوف بنت في المدرسة بتضايق جوان أخت دانيال، والبنت دي بتكون بتتنمر عليها، فبتروح كاثرين تدافع عن جوان وبتحصل خناقة بينها وبين البنت المتنمرة لحد ما مديرة المدرسة بتتدخل وبتاخد البنت المتنمرة دي لمكتبها وبتعاقبها بعد ما بتكون عرفت القصة. وكاثرين بتاخد جوان وبيروح يقعدوا مع دانيال وبيقضوا شوية وقت مع بعض، وبعدها بترجع كاثرين للبيت وهناك بتلاقي أمها سوزان بتحتفل بيها، فبتفتكر كاثرين إن أمها بتحتفل بيها علشان بقت رئيسة اتحاد الطلبة، لكن أمها بتقول لها إن هي عندها خبر ليها أحسن من ده، والخبر ده إن الجامعة اللي كانت كاثرين مقدمة فيها وبتتمنى تدخلها وافقت على قبولها، وكمان الجامعة هتديها منحة دراسية شاملة كل تكاليف الدراسة لأن مستواها العلمي عالي في الدراسة وكمان أخلاقها عالية. وساعتها بتطير كاثرين من الفرحة وبتفضل تحتفل مع أمها، وبتقرر كاثرين تروح تبلغ إيميلي بالخبر السعيد ده وكمان تسألها الجامعة ردت عليها هي كمان ولا لا، لأن إيميلي كانت مقدمة مع كاثرين في نفس الجامعة دي، وده مش حلم كاثرين لوحدها لكن حلمهم هما الاتنين. فبتتصل كاثرين بإيميلي وبتسألها على نتيجتها، فبتتفاجئ إن الجامعة رفضت انضمام إيميلي، وبتكون إيميلي منهارة من العياب بعد ما حلم حياتها انتهى وكل الخطط المستقبلية اللي كانت بنياها على الحلم ده انتهت هي كمان. فبتزعل كاثرين جدا على إيميلي وبتتأثر وبتقول لها إن هي مش هتنضم للجامعة طالما هي مش هتدخل معاها، لكن إيميلي بترفض الفكرة دي رفض تام وبتقول لها إن هي مش هتسمح لها تضيع مستقبلها بسببها، وكمان بتقول لها إن لو هي عملت كده هتزعل منها ومش هتكلمها تاني. فبتقرر كاثرين تغير رأيها علشان ما تزعلهاش وبتروح تقعد معاها وبتواسيها، وكمان بتقرر إن هي تساعدها في إنهم يقدموا طلب للجامعة علشان يعيدوا النظر في رفض إيميلي. وبالفعل كاثرين ومعاها أمها سوزان بيروحوا يقعدوا مع إيميلي وبيهونوا عليها وبيبعتوا إيميل للجامعة وبيطلبوا فيه إعادة النظر في ملف إيميلي لأن إيميلي متفوقة ومجتهدة برضه ويمكن أكتر من كاثرين وتستحق إن هي تنضم للجامعة. وبيجي الليل وبتكون كاثرين رجعت للبيت ورايحة تنام، ولكن قبل ما تنام بتلاقي إيميلي بعتلها رسالة وبتسألها في الرسالة دي عن البوست اللي هي منزلاه على صفحتها، فبتستغرب كاثرين لأن هي ما نزلتش حاجة، فبتروح بسرعة تفتح صفحتها وتشوف إيميلي بتتكلم عن إيه، وهنا بتتفاجئ
كاثرين بان في بوست نزل على صفحتها، والبوست ده كله تقليل من ايميلي واستهزاء بيها علشان اترفضت في الجامعه. وطبعا بتتصدم كاثرين لان هي ما نزلتش حاجه وما تعرفش مين اللي فتح صفحتها ونزل البوست ده، فتتصل على طول بايميلي وبتقول لها ان مش هي اللي نزلت البوست ده. لكن طبعا ايميلي مش بتصدقها لان البوست نزل على صفحتها، وبتتعصب ايميلي عليها وبتقول لها ما تتكلمش معاها تاني وبتقفل السكه. وبيجي تاني يوم وبتروح كاثرين تتكلم مع امها وتحكي لها على كل اللي حصل، وبتقول لها ان هي بتحاول توصل لايميلي وتفهمها ان مش هي اللي عملت كده، لكن ايميلي مش مصدقاها. فبتقول لها سوزان ان ايميلي متضايقه منها، ولكن مش علشان موضوع البوست، لكنها متضايقه وغيرانه منها وخدت البوست ده حجه علشان ما تكلمهاش تاني، وده لان كاثرين خدت منصب رئاسه اتحاد الطلبه منها، وكمان اتقبلت في الجامعه وهي ما اتقبلتش، وعلشان كده اكيد هي متضايقه منها وبتحقد عليها، وممكن تكون هي اللي دبرت موضوع البوست اصلا. لكن كاثرين ما بتقتنعش بكلام امها، وبتقول لها ان ايميلي اعز صديقه ليها ومستحيل تغير منها او تحقد عليها. وبعدها بتروح كاثرين على اوضتها وبتتصل بايميلي وبتصالحها، وده بعد ما بتكون كاثرين بعتت لايميلي تقرير من الموقع بياكد ان البوست ده ما اتنشرش من جهاز كاثرين. وساعتها ايميلي بتصدق كلام كاثرين وبتعتذر لها لان هي شكت فيها من البدايه، وعلاقتهم بترجع زي الاول ولا كان في حاجه حصلت. وتاني يوم كاثرين وايميلي بيروحوا للمدرسه سوا وكل حاجه بتكون تمام، لحد ما بتتفاجئ كاثرين ان في بوست تاني اتنشر على صفحتها، والمره دي البوست بيكون فيه فضايح كتير عن زمايل كاثرين في الفصل، وايميلي بتكون موجوده على قائمه الفضايح دي، وحتى جوان اخت دانيال بتكون موجوده في القائمه، وبيكون مكتوب عنهم كلام مش لطيف. وطبعا كاثرين ما بتكونش هي اللي نزلت ده، وايميلي بتصدقها وبتقرر تدعمها لحد ما يكشفوا الهاكر اللي بيعمل كده، وبيقرروا يروحوا يبلغوا المديره بسرعه. وفي طريقهم لمكتب المديره بيقابلوا دانيال، وبتقول كاثرين لدانيال ان مش هي اللي عملت كده ومستحيل تعمل الحركه دي، خصوصا في اخته لان هي بتحبها جدا وعزيز عليها. فدانيال بيقول لها ان هو واثق فيها ومتاكد ان هي مش هي اللي عملت كده، وان هو كمان هيفضل جنبها للنهايه، لحد ما بتيجي المديره وبتقطعهم وبتطلب كاثرين وايميلي لمكتبها. فبيروحوا هما الاثنين لمكتبها وبيحاولوا يفهموها اللي حصل ويقولوا لها ان هما كانوا جايين ليها يشتكوا لها اصلا، لكن المديره مش بتهتم بكلامهم وبتقول لهم ان اللي حصل ده فضيحه وان هما الاثنين مسؤولين قدامها وان هي هتحقق في الموضوع وهتعاقبهم هما الاثنين. لكن المفاجاه ان ايميلي بتخلي مسؤوليتها وبتقول ان هي ملهاش علاقه بالموضوع وبتدافع عن نفسها بس، وبتثبت للمديره ان هي خارج القصه دي ومش بتدافع عن كاثرين باي شكل. وبتقتنع المديره بكلام ايميلي وبتقرر ان هي تعاقب كاثرين بس وتسيب ايميلي. فبتتضايق كاثرين طبعا من تصرف صاحبتها، ولما بيخرجوا من مكتب المديره بيتخانقوا الاثنين مع بعض مره ثانيه. وتاني يوم بتتفاجئ كاثرين ان كل طلاب المدرسه مضوا على اقرار باقالتها من منصب رئيسه اتحاد الطلبه، وشالوها من المنصب وعينوا مكانها ايميلي بعد ما اتاكدوا ان هي خارج القصه. وبتمر الايام وفي يوم بتلاحظ سوزان ان بنتها مش بتروح المدرسه، فبتدخل تتكلم معاها وتسالها عن السبب. فبتقول لها كاثرين ان كل زمايلها اللي في المدرسه بقوا يكرهوها وبيعاملوها بطريقه وحشه جدا، وحتى ايميلي متخانقه معاها ومفيش اي حد مصدقها. فبتحضنها امها وبتقول لها ان هي مصدقاها وان هي هتفضل جنبها لحد ما يكتشفوا الحقيقه، وكمان بتنصحها امها تركز في حياتها وما تهتمش بكلام اي شخص طالما هي واثقه في نفسها. وبالفعل بتاخد كاثرين بنصيحه امها وبتقرر تبدا تتعامل عادي وتنزل مدرستها ولا كان في حاجه حصلت. وبتعدي الايام وفي يوم كاثرين بتكون رايحه المدرسه وبتلاقي مكتوب على الخزنه بتاعتها كلمه مش كويسه، وكمان مكتوب على خزنه جوان كلام مش كويس رغم ان جوان محترمه جدا وما بتعملش حاجه غلط. فبتروح كاثرين تتكلم مع جوان ودانيال وبتعتذر لهم، لكن بتلاقي دانيال مش عايز يكلمها، فبتحاول تفهم منه ايه المشكله. فبيقول لها ان هو كان واثق فيها وكان متاكد ان مش هي اللي عملت كده، لكن هو لقاها بعت رسائل لاخته جوان بتعرفها فيها ان هي متبناه، وبيقول لها ان هي الوحيده اللي تعرف الموضوع ده، وبيقول لها طبعا ان هو كان ساذج علشان صدقها ووثق فيها، وبيسيبها دانيال وبيمشي. فبتنهار كاثرين تماما وبتحس ان حياتها اتدمرت بعد ما خسرت صاحبتها، ودلوقتي خسرت دانيال حبيبها. فبتروح كاثرين للحمام وبتفضل تعيط لحد ما بتتفاجئ بمجموعه بنات زمايلها جايين يتخانقوا معاها ويضربوها عشان هم كانوا من ضمن قائمة البنات اللي اتنشرت فضايح ليهم على صفحة كاثرين. وبتكون ايميلي داخلة الحمام بالصدفة وبتشوف البنات وهم بيضربوا كاثرين، فبتروح بسرعة تبلغ المديرة، وبالفعل بتيجي المديرة وبتنقذ كاثرين منهم، وبتكون كاثرين مصابة وبتتألم من الضرب. فبتروح ايميلي تساعدها وبتفضل تتكلم معاها وتواسيها لحد ما سوزان بتيجي للمدرسة وبتاخد كاثرين وبتوديها للدكتورة. فبتطمنهم الدكتورة وبتقول لهم ان حالة كاثرين الجسدية كويسة ومفيش أي حاجة تدعو للقلق، لكن
للأسف حالتها النفسية هي اللي مش كويسة، وواضح كده إن هي مصابة بالاكتئاب، وبتسأل الدكتورة كاثرين لو في حد من أسرتها مصاب بالاكتئاب برضه. فبتقول لها سوزان إن هي كانت مصابة بالاكتئاب في فترة من الفترات، لأن قبل ما تخلف كاثرين أجهضت طفل، ولما مات حصل لها اكتئاب حاد، ولكن هي تخطت الأزمة دي خلاص، وهتفضل جنب بنتها علشان تخليها هي كمان تتخطى الأزمات والمشاكل اللي في حياتها. وبتمر الأيام، وفي يوم بتتفاجئ إيميلي إن في شخص عجوز جاي بيتها وعاوز يتقرب منها، وبيدعي كمان إن هي اللي طلبت منه كده وإديته العنوان. فبتتصدم إيميلي وبتخلي أبوها يتصرف معاه، وبتروح هي تشوف الراجل العجوز ده كان يقصد إيه بالكلام اللي قاله. فبتتفاجئ إيميلي إن الصور اللي كاثرين صورتها لها وهي بتشرب كحوليات لما كانت سهرانة عندها منشورة على الموقع، وكمان عنوان إيميلي موجود على الصورة وفي كلام مش كويس عنها، لأن الموقع ده موقع مشبوه. وبتكون إيميلي مش مصدقة اللي بتشوفه، وبتروح تواجه كاثرين بالكلام ده. وطبعا كاثرين بتنكر الموضوع كله، وبتحاول تأكد لها إن مش هي اللي عملت كده برضه، لكن المرة دي إيميلي بتكون متضايقة ومش بتصدقها، وبتقول لها إن هي اللي صورتها الصور دي أصلا، ومفيش حد تاني عنده الصور دي غيرها. وبتقول لها إيميلي إن كل الكلام اللي اتقال عنها كان حقيقة، وهي أكيد اللي نشرت كل الكلام ده فعلا. وبتجرحها إيميلي وبتقول لها إن هي ما كانتش متوقعة إن هي تطلع بالقذارة دي، وبتسيبها وبتمشي. فساعتها بتنهار كاثرين تماما، وبتفضل تعيط وبتحضنها أمها وبتحاول تهديها. وبتمر الأيام، وفي يوم وكاثرين في المدرسة بتلاقي رسائل اتبعتت لها هي وكل زمايلها في الفصل، والرسائل دي عبارة عن صور خالية عليها وهي اللي كانت بعتها لدانيال. وطبعا دي بتكون الضربة القاضية لكاثرين في ظل كل اللي هي بتمر فيه دلوقتي، فما بتقدرش كاثرين تستحمل الموقف، وبتروح تواجه دانيال وبتسأله لو هو اللي بعت الصور دي. فبيعترف لها مباشرة ان هو فعلا اللي بعت صورها لكل الطلاب، وبيقول لها ان هي فضحت طلاب كتير وفضحت اخته كمان، وكان لازم حد يوقف لها ويعاقبها على اللي هي بتعمله. وكمان بتتدخل ايميلي وبتشمت فيها وفي الفضيحة اللي هي تعرضت لها. فبتتضايق كاثرين وبتفقد اعصابها، وبتقول لايميلي ان هي حقوده وبتغير منها، وبتحصل خناقه بينهم هما الاثنين، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيتدخل اشخاص من اداره المدرسه وبيبعدوهم عن بعض. وبتوصل سوزان للمدرسه وبتاخد بنتها وبتمشي، وبيرجعوا للبيت وبتكتشف كاثرين ان تليفونها مش معاها، فبتعتقد ان هو وقع منها اثناء الخناقه، لكن ما بيكونش ده الموضوع المهم، لان كاثرين بتحكي لامها على كل حاجه، وبتعرفها ان دانيال هو اللي فضحها وبعت صورها لزمايلهم. وعلشان كده تاني يوم بتروح سوزان مع بنتها للمدرسة وبتشتكي دانيال، لكن إدارة المدرسة مش بتهتم بالشكوى بتاعتهم، وبيقولوا لسوزان إن بنتها عملت مشاكل كتير في المدرسة في الفترة الأخيرة، وعلشان كده هم عايزين بنتها تتعلم من البيت اختصارا للمشاكل وما تجيش المدرسة تاني. فبتتعصب سوزان عليهم وعلى سلبيتهم، لأن هم بيعاقبوا بنتها رغم إن هي الضحية، وبتاخد بنتها وبتمشي. وبتمر الأيام، وفي يوم بتيجي رسالة لإيميلي من الجامعة، وبيبلغوها إن هم قبلوها بعد ما قعدوا نظر في الملف بتاعها. وفي نفس الوقت بتستلم كاثرين الرسالة من الجامعة، وبتعرف كاثرين من الرسالة دي ان ادارة الجامعة غيروا رأيهم فيها ورفضوا انضمامها، وده بسبب المشاكل اللي هي تسببت فيها في المدرسة وكل الحاجات اللي اتنشرت عنها. ومن اللحظة دي بتتأكد كاثرين ان حياتها اتدمرت وان هي هتفضل في مكانها طول العمر. وفي نفس الوقت بتكون ايميلي بتحاول تمسح الصور اللي منشورة عنها في الموقع المشبوه، وبتلاحظ ايميلي ان الكلام اللي مكتوب على الصورة فيه اخطاء كتير، وبتفتكر ايميلي ان كاثرين تعود على الكتابة ومش بتغلط، وكل زمايلهم نفس النظام ده، وان الشخص اللي ما بيعرفش يتعامل مع الاجهزة الالكترونية وكل كتاباته غلط هي سوزان ام كاثرين. فبتستنتج ايميلي ان سوزان هي اللي ورا كل اللي بيحصل لكاثرين، خصوصا ان هي مش محتاجة تخترق حساب كاثرين لان هي عندها تحكم كامل في حسابها. فبتتصل ايميلي بكاثرين على طول علشان تقول لها على اللي عرفته وتحذرها، وفي نفس الوقت بتسمع كاثرين صوت تليفونها وهو بيرن في اوضة امها. فبتستغرب لان تليفونها كان مختفي وهي افتكرت وقع منها، واثناء ما كاثرين في اوضه امها بتشوف ان امها داخله على حسابها وهي فعلا اللي بتنشر كل البوستات على صفحتها. فبتتاكد كاثرين ان امها هي السبب في كل المصايب اللي بتحصل لها، ولما بترجع امها للبيت بتروح كاثرين تواجهها وبتسالها عن السبب اللي خلاها تعمل كده وهي منهاره من العياط. فبتعترف لها امها ان هي من ساعه ما اجهضت ابنها فقدته وهي بقى عندها فوبيا وبتخاف على كاثرين جدا لحسن تفقدها، ورغم ان امها بتحبها جدا ومقربه منها، لكن هي حست ان هي هتبعد عنها لانها تنضم الجامعة بعيد عن المدينة، وبدأت تدمر حياة كاثرين علشان كاثرين تفضل جنبها وما تبعدش ابدا عن عينيها. وكمان قررت تدمر علاقة كاثرين باصحابها علشان ما يبقاش في حد في حياة كاثرين غيرها. فلما بتعرف كاثرين كل ده بتنصدم من امها وبتقول عليها مجنونة ومختلة عقليا. فبتحاول كاثرين تسيب لها البيت وتمشي، لكن امها بتقف قدامها وبترفض تخرجها. وفي اللحظة دي بتوصل ايميلي علشان تطمن على كاثرين، لكن سوزان هي اللي بتفتح لها الباب وبتهجم عليها، وكمان بتحاول
بتحاول تقتلها بعد ما اكتشفت كل حاجة، لكن ايميلي في الوقت ده بتكون بلغت الشرطة قبل ما تروح لهناك، وبتوصل الشرطة فعلا وبيتدخلوا وبيقبضوا على سوزان قبل ما تقتل ايميلي. وبعد فترة بنعرف ان كاثرين وايميلي دخلوا الجامعة اللي بيحلموا بيها، بعد طبعا ما الجامعة عرفت الحقيقة وعرفت مين هو اللي ورا مشاكل كاثرين. وبتكون سوزان اتنقلت لمستشفى الامراض العقلية علشان تتعالج من المشاكل النفسية اللي بتعاني منها، وبتحاول كاثرين تتخطى الازمة اللي تعرضت لها وبتحاول تعيش حياتها بسعادة وتهتم بمستقبلها. وبيخلص الفيلم.